رسميا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم أعلن عن تصنيفه الجديد للمنتخبات بعد نهاية البطولة الآسيوية والبطولة الإفريقية. تعالوا نصارع سوا ونشوف أفضل 10 منتخبات عربية في هذا التصنيف الجديد، ويلا على بركة الله نبدأ بمنتخب عمان اللي احتل المرتبة 80 عالميا، 10 قاريا، 10 عربيا. منتخب الأردن وصيف كأس أمم آسيا احتل المرتبة 70 عالميا، 9 قاريا، 9 عربيا. منتخب الإمارات احتل المرتبة 69 عالميا، 8 قاريا، 8 عربيا. منتخب العراق احتل المرتبة 59 عالميا، 7 قاريا، 7 عربيا. منتخب السعودية احتل المرتبة 53 عالميا، 6 قاريا، 6 عربيا. يلا ندخل الآن لأصحاب المراكز الخمسة الأوائل من المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا الجديد. منتخب الجزائر احتل المرتبة 43 عالميا، 7 قاريا، 5 عربيا. منتخب تونس احتل المرتبة 41 عالميا، 6 قاريا، 4 عربيا. منتخب قطر بطل كأس أمم آسيا احتل المرتبة 37 عالميا، 5 قاريا، 3 عربيا. وصاحب المركز الثاني عربيا منتخب مصر احتل المرتبة 36 عالميا، 4 قاريا، وفي صدارة الترتيب الأول عربيا والأول قاريا منتخب المغرب وسود الأطلس، واحتل المرتبة 12 عالميا. الآن شاركوني بالتعليقات واكتبوا لي كم تصنيف منتخب بلادكم، وتحياتي لكم.